سركيس. اهلا استاذي. اهلا، صباح الخير. نلاحظ بان هنالك تغيرات واضحه في الاسواق، وبالرغم من الهدوء الذي يسود الاسواق العالميه، مؤشر الدولار في اعلى مستوياته منذ 11 شهرا تقريبا، كيف اثر على سله العملات المقابله؟ بالتأكيد كما نرى في نظرتنا إلى الأسواق المالية العالمية والبورصات العالمية، ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي على مدى شهر أيلول الجاري، حيث شهدنا ارتفاع الدولار بحوالي 1.8% على مدى هذا الشهر، وهذا بالتالي أثر على كل من اليورو اللي شفناه يوم أمس عم بيتداول في مستويات حول الدولار و15 سنت أمريكي، وأيضا الجنيه الإسترليني الذي انخفض بشكل عام رغم ارتفاعه هذا اليوم إلا أنه انخفض لمستويات هي الأدنى لهذه السنة عند دولار و34 سنت أمريكي. بشكل عام الأسواق المالية حاليا تميل للدولار الأمريكي، وهنالك تدفقات نقدية نشهد بأنها ملموسة قادمة من اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سببها تزايد الفرق بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية، طبعا لصالح الأمريكية حيث ارتفع عوائد سندات أمد استحقاق 10 سنوات 17% خلال هذا الشهر، وسندات استحقاق عامين ارتفعت 40%، وهذا سبب وجيه لتدفق السيولة نحو الولايات المتحدة، وهذا ما يزيد الطلب على الدولار الأمريكي ليرتفع نحو أعلى مستويات له منذ أكثر من 11 شهر مضت. والدولار الأمريكي حتى هذه اللحظة رغم بعض التذبذب لهذا اليوم إلا أنه مستقر قريب من أعلى مستوياته التي حققها خلال الفترة الماضية. نعم، يعني أستاذ سركيس، نحن نتحدث اليوم عن نهاية أسبوع ونهاية شهر ونهاية ربع أيضا، يعني هذه التأثيرات والعديد من المعطيات تقدمت وأثرت على أسعار يعني الدولار مقابل العملات الأخرى. التوقعات خلال الفترة المقبلة مع سلسلة التصريحات التي يقوم بها الفيدرالي وأيضا الاجتماعات المتوقعة خلال تعاملات اليوم. الآن بنظرة عامة على التصريحات التي أدلى فيها رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى جانب العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، هنالك توجه واضح نحو تقليص التحفيزات الاقتصادية ابتداء قبل نهاية هذه السنة، وهذه التقليصات تعني خفض السيولة المتاحة وانخفاض في دوران النقد في الأسواق. وخلال عام 2022 هنالك توقعات بأن نشهد رفع الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما العديد من البنوك المركزية الأخرى مثل المركز الأوروبي، بنك اليابان المركزي، قد تلتزم بسياساتها التحفيزية وتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها قياسيا. هذه الجملة من التوقعات بالنسبة للبنوك المركزية تعطي توقعات أيضا بأن التدفقات النقدية ستبقى تتوجه إلى البورصات الأمريكية، الأسواق المالية الأمريكية، لطلب الدولار الأمريكي، مما قد يبقي على الاتجاهات الإجمالية الصاعدة بشكل عام للدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة أمام سلة العملات الرئيسية. نعم، يعني أستاذ سركيس، نعود للحديث قليلا حول موضوع السندات والعائد على السندات. الارتفاع الأخير كان جيدا نوعا ما لمؤشر الدولار، لكن هذا التباطؤ والتراجع القليل ألم يزيد من المخاوف في الأسواق، خاصة في أسواق العملات، حول أداء المؤشر الدولار في الفترة المقبلة، يعني هذا التحرك في عائد السندات؟ الآن التحرك الكبير في عوائد السندات سببه كما أشرت لحضرتك من قليل هو التوقعات المستقبلية للبنوك المركزية. فعوائد السندات بالعادة عندما تتحرك سنشهد هنالك أيضا تحركات في التدفقات النقدية، لكن هنالك بعض المخاوف في الأسواق المالية من سقف الدين، إذا جاز التعبير. أنا أتحدث الآن عن سقف الدين المتاح لدى وزارة الخزانة الأمريكية، وهو البالغ حاليا 28.4 تريليون دولار أمريكي. بعض المخاوف تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما سوف تتخلف عن سداد الديون، لكن التاريخ يشير لنا بأنه عاجلا أم آجلا سيتم رفع هذا السقف لتستمر الولايات المتحدة بالاحتفاظ في تصنيفها الائتماني المرتفع وجاذبية العوائد، مما قد يبقي نوعا ما على القوة للدولار الأمريكي. لكن مرة أخرى آخذين بعين الاعتبار توقعات الفائدة في الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للعام المقبل. نعم أستاذ سركيس، فيما يتعلق بالمعدن الأصفر الذهب، لاحظنا تراجعات كبيرة مقابل الارتفاع في أداء مؤشر الدولار، هل نتوقع أيضا المزيد من التراجعات؟ نحن نتحدث عن مستويات 1725 دولارا للأونصة تقريبا. بالفعل حققت أسعار الذهب اليوم 1725 ويوم أمس 1721 دولار للأونصة الواحدة في تداولها بالأسواق المالية العالمية، والتأثير الأكبر بالتأكيد هو الدولار الأمريكي الذي يرتفع.
لكن نعم. أيضا لو نظرنا إلى تصريحات البنوك المركزية والتي منها تصريحات كريستين لاغارد يوم أمس، وكذلك رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، وكذلك بنك إنجلترا المركزي، كلهم يجمعون بأن التضخم قد يبقى مرتفع لكن لفترة قصيرة وبعدها قد يعود للانخفاض. هذه الجملة تحديدا ضغطت نوعا ما على المعدن الثمين وربما يشهد بعض الضغط طالما بقي الدولار قوي. لكن في نفس الوقت يجب أن نلاحظ بأن كلما انخفضت أسعار المعدن الثمين هنالك بعض الطلب الذي يتجدد إن كان استهلاكيا أو مضاربيا، مما يعني بأن الذهب حاليا ينتظر بمحفز ليعود لاتجاهاته الصاعدة. لكن مرة أخرى تأثيرات الدولار الأمريكي هي من تسيطر حاليا على الأسواق. نعم، المحلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب سيركيز نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. We'll be right back.